السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، فما زلنا مع هذه الدروس وفيها الأصول والفقه والعقيدة وأيضا الحديث. نسأل الله تعالى أن يتم لنا هذه الدروس على تمامها وكمالها، وأن يجزل لنا ولكم المثوبة، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ما زلنا مع متن المنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل لا يتوارث مسلم وكافر. هنا انتقل المصنف الكلام في المواريث، أراد هنا أن يتكلم عن موانع الإرث. هنا أراد أن يتكلم عن موانع الإرث، حاضر إن شاء الله. فقال: لا يتوارث مسلم وكافر. لا يتوارث مسلم وكافر. قال: لا يتوارث مسلم وكافر. وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا تنصيص في هذا الباب، وليس ثم استثناء من ذلك، وإن كان عن بعض الفقهاء في هذا الباب على أن اختلاف الدين لا يمنع الإرث بالولاء، وهذا فيه نظر. وأيضا مسألة المسلم أنه يرث الكافر ولا عكس، على ما تبناه ابن تيمية في بعض الأثار الضعيفة التي تمسك بها، وهي حقا الأصل في نظرته النظرة المصلحية في هذا الباب. ولكن النص صريح في قول النبي الأمين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال: ولا يرث مرتد، لأنه لا سبيل إلى أن يرث من مرتد مثله. قطع الولاء. ولا كافر أصلي. نعم. قال: ولا يورث. إذن المرتد لا يرث، هو ليس أهلا ليأخذ المال من المسلمين، ولا يورث أيضا، بل ماله يصير فيئا لبيت مال المسلمين. وهذا عام، إذا ارتد في الصحة أو في المرض أو ارتد قاصدا منع وارثه في ذلك، والدليل عليه فيما اكتسب في الرد أو الصحة الإجماع، ففي كل أحواله ماله في بالإجماع. والزنديق، ألفت الانتباه لأن الزنديق ينزل منزلة المرتد، وما أكثر الزنادقة الآن الذين يتلونون ويستهزئون بالسنة فيردونها كلية، وبعد رد السنة الذهاب إلى الكتاب، هذه الزندقة. وأيضا كل من اعتقد بأن كتاب الله تعالى يعني أنه محل للنقد، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، بل هذا كفر مبين، هذا كلام رب العالمين سبحانه جل في علاه. من الزندقة القطح في النبوات،
هذه أيضا زندقة. نعم. فالزنديق كالمرتد، ويرث الكافر الكافرة وإن اختلفت ملتهما. قال المصنف: ويرث الكافر الكافرة وإن اختلفت ملتهما، يعني اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث المجوسي. وهذا وجهة النظر الفقهية في هذا الباب: الكفر كله ملة واحدة وإن تنوعت وتشعبت فكله مخلد في نار جهنم. الكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة لعموم قول الله جل وعلا: لكم دينكم ولي دين. ولقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل دين غير دين الإسلام وإن سميته دينا فهو على الضلال، ولا دين إلا والدين الحق هو دين الإسلام، لقول الله جل في علاء: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال: لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي. طبعا لأن الحربي وذمي هنا تنقطع الموالاة، وإن انقطعت الموالاة فلا إرث، إذ أصل الإرث الولاء. نعم. وعلى ذلك يقال بأنه لا توارث بين الحربيين في دارين بينهما حرب. وهنا مسألة من أعظم ما تكون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن الإمام الحارث ابن أسد المحاسبي ورث من أبيه مالا كثيرا وتركه لأنه كان واقفيا قدريا، كان يرى القدر. طبعا تعلمون أن أهل القدر ينفون علم الله جل في علاه، فلم يرث منه شيء. طبعا هذه المسألة فيها خلاف عند العلماء، عشان ما نتكلم بكلام يحسبوننا نميل الناس إلى ما نتبناه. هو خلاف العلماء في مسألة تفريق بين النوع والعين، في مسألة البدع 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 المكفرة. الإمام الشافعي قال: خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. فهنا أيضا الروايات التي جاءت عن ابن عمر عن غيره، والحق أنها لم تصح مرفوعة، بأن القدرية مجوس هذه الأمة، فمن تبنى كفرهم كالأسد كالحارث بن أسد المحاسبي، فقال: إذن لا إرث، مع أن أباه قد ترك مالا وفيرا كثيرا، ومع ذلك لم يأخذ منه درهما واحدا ولا ينتفع بماله، لأنه يعمل بقول سلم: لا يرث المسلم الكافر. وأحمد كان يكفر الجهمية عينا، وكان يكفر المعتزلة عينا، لكن على قول المتأخرين من قول ابن تيمية أنه كان يناظرهم ويقول: لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهالة، ولكنكم عندي جهالة. والحق أن التفريق بين النوع والعين هذا أصل من أصول ديننا، إلا أن تقام الحجة، حتى تقام الحجة وزال الشبهة، إلا أن يكون معلوم من الدين بالضرورة، لا سيما وأن هذا هو الأرحم والأرأف بهذه الأمة، وهو الأقرب إلى مقاصد الشريعة، وليس أحد أحب إليه العذر من الله جل في علاه. وقد قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والمعاهد المستأمن أيضا كالذمي. قال: عليكم السلام وبركاته. نعم افتقدناكم جدا، لكن يعني نعلم أنكم من أحرص الناس على العلم، لذلك التمسنا لكم الأعذار بزيت الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يرث من فيه رق. يبقى إذن هنا انتقل إلى المانع الثاني. المانع الأول اختلاف الدين، المانع الثاني الرق، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثى أين؟ فاللام هنا لام للتمليك، والعبد لا يملك شيئا، بل مال العبد لسيده. إذن سيذهب الإرث إلى أجنبي، يذهب الإرث إلى أجنبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان بأن العبد لا يملك. نعم هو لا يملك، الحق أنه لا يملك، إذا لا يرث، لأن المال سيذهب إلى أجنبي، المال سيذهب إلى أجنبي. هذا في الرقيق. وفي المبعض وجه أنه يرث بقدر ما فيه الحرية، وقد ضعف علماء المذهب هذا القول، لأنه في النهاية غالب المال سيذهب إلى أجنبي. ستضيف ذلك في القديم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الجديد أن من بعضه حر يورث، لأنه تام الملك، فيرثه قريبه أو معتقه أو زوجته. وفي القدر الموروث وجاء أصحهما: جميع ما ملكه بنصف الحر. والقديم أنه لا يورث كما لا يرث، وهو الأقيس. نعم وهذا صحيح، لأنه كما قلنا سيذهب المال أو بعض المال سيذهب إلى غير محله، سيذهب إلى الأجانب. قال: ولا قاتل. يبقى إذن أن المانع الأول هو اختلاف الدين، المانع الثاني هو الرق، المانع الثالث القاتل. لذلك قال: ولا قاتل. ولا قاتل هذه يمكن أن تأخذ على عمومها، يبقى سواء قتل بحق، قتل بغير حق، سواء قتل خطأ، قتل بغير خطأ، هذا على العموم. ولكن هنا في المذهب تفصيل، والأصل فيها في أحاديث وإن كان فيها كلام لكنها تتعاضد. هذا الحديث الذي جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي وغيره. وأيضا عن عمرو بن شعيب أن عمر رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لقاتل شيء. وفي رواية: ليس لقاتل شيء فإن لم يكن له وارث يرث أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. وقال: ليس لقاتل ميراث. وتعلمون بالقصة التي في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أن رجلا حذف ابنه بالسيف فأصاب رجله فأدماه، فلم يلقى الدم حتى مات، فلم يلقى الدم حتى مات. فجعل الدية عليه ولم يجعله وارثا، فجعل الدية عليه ولم يجعله وارثا. والحكمة من المنع أن أمثال هؤلاء سيتعجلون الإرث فيقتلون. ولذلك القاعدة عند العلماء: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولأن القتل قطع الموالاة، وأصل الإرث الموالاة. نعم. وقيل: لا قاتل إن لم يضمن. قيل وهذا تضعيف، إن لم يضمن كقتله قصاصا أو حدا ورث، لأنه قتل بحق فأشبه قتل الإمام له في الحد. وقوله يضمن هذا ليدخل فيه قاتل الخطأ، فإن العاقلة تضمنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو مات متوارثان بغرق هذا. نعم هذا إرث الهدم والغرق وغير ذلك. هذا المانع الرابع، المانع الرابع جهالة، يحدث الموت
في وارثين وعدم معلومية من السابق واللاحق. إذا قال مات متوارثان بغرق أو بهدم أو في غربة أو وجد قاتلين بجانب بعضهما في معركة أو جهل أسبقهما لم يتوارثا ومال كل لباقي ورثته، يبقى لا يتوارثان وباقي المال لباقي ورثته. ولأننا جهلنا متى الموت، لذلك لا يستيقن استحقاقا واحد، يعني استحق واحد منهما المال عن الآخر. ولو ورثنا أحدهما فقط فهو تحكم، وإن ورثنا كلا من صاحبه تيقننا بالخطأ. وهذه المسألة لها خمسة أحوال، الأولى منها أن يعلم سبق موته بعينه، هذا حكمه ظاهر، لأنه كما قلنا شرط الإرث موت المورث ولو لحظة بعد الوارث. ثانيها أن يعلم اللاحق ولا يعلم السابق، وهذه يدخلان في قول أو جهل أسبقهما. والثالث أن يعلم وقوع الموتين معا، رابعهما أن لا يعلم شيء. فإذا ففي هذه الصور الثلاث لا إرث كما ذكر المصنف. وأما الثانية والرابعة تدخلان في قول أو جهل أسبقهما، يعني لم يتوارثا أيضا. والخامس أن يعلم سبق موته ثم يلتبس فيوقف الميراث حتى يتبين أو يصطلح، لأن التذكر غير مأوس منهم. إذن هذا ما ذكره المصنف من أربعة أصناف أو أقسام أو أربعة موانع تمنع الإرث: اختلاف الدين ورق وقتل، وأيضا عدم معلومية السابق من اللاحق في الميت، استبهام وقت الموت. وقد قال بعض العلماء ومن الموانع أيضا الدور، وهو أن يلزم من توريثه عدمه، كما إذا أقر الأخ بابن الأخي الميت فإنه يثبت النسب ولا إرث له. ومنها أيضا إحرام الوارث في الصيد خاصة، فإنه يمنع من إرثه على وجه. ومنها حبس الزوج زوجته عنده لا لغرض بل ليرثها إذا ماتت على وجه. وهذا كله من موانع الإرث. من باب تطبيق القاعدة، يؤتى المنافق بنقيض قصده. قال فصل: ومن أسر أو فقد أو انقطع خبره، وهذا ميراث المفقود، هذا ميراث المفقود، قال: ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، فيجتهد القاضي ويحكم بموته، ثم يعطى ماله من يرثه وقت الحكم، أي بموته. إن إذا حكم بموته الآن، إذا حكم الذي على الحياة، على قيد الحياة، بعد الحكم بالموت هو الذي يرث. ولا يورث من مات قبيل الحكم ولو بلحظة، لجواز أن يكون موت المفقود بين موته وبين حكم الحاكم. وهذا لقول الله جل في علاه مبينا أن التمليك يكون الأحياء، والحياة تكون بعد موت الممارس ولو لحظة واحدة. وإذا حكم بموته قسمت تركته بين ورثته الأحياء قبيل الحكم وهو ظاهر، فإن حكمه بالموت يقتضي تقدمه على الحكم والإرث
مرتب على الموت، فينبغي أن يكون قبيلة. وأما المدة المذكورة هي غير مقدرة عند الجمهور، وقيل مقدرة بسبعين سنة، وقيل بتسعين سنة، وقيل بمئة وعشرين، فإن العمر الطبيعي عند الأطباء حكاه صاحب البيان. والحق بأنها غير مقدرة بحد، لكن قد ورد بسنة صحيحة عن عمر بن الخطاب أنه جعل المفقود أربع سنوات، أنه جعل المفقود أربع سنوات. والصحيح الراجح أن هذا هو الأيسر على الناس، وهذا هذه تعتبر هذا مذهب لصاحب جليل قال فيه النبي الأمين عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليهم عضوا عليها بالنواجس. قال ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ، أي فمن سقط منه بالمفقود لا يعطى شيئا حتى تبين حاله، ومن ينقص حقه لحياته يقدر في حق حياته، ومن ينقص في حقه بموته يقدر في حقه بموته، وما لا يختلف نصيبه بحياته ولا موته يعطى نصيبه معجلا. وهذه لها أسئلة وأمثلة كثيرة إن شاء الله سنعتني بها بعدما ننتهي من الجزء النظري. نعم، قد انتهينا من المتن الآن بفضل الله، بفضل علينا وكرمه، ونسأل الله أن ينفع به الأمة الإسلامية. المرأة النفساء أقل مدة النفاس لحظة واحدة، ينزل عليها دم وينقطع وترى القصة البيضاء، وأقصى مدة على خلاف العلماء حابلة وانشاعهم قالوا بأربعين، حديث أم سلمة كانت تجلس المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما نفاسا، وهذا محض خبر ليس لهم في ناقة ولا جمل. والقول الثاني أن أقصى مدة للنفاس ستون يوما، وهذا الراجح. فإذا جاءها الدم وانقطع ويأتي يوما يوما ولم ترى القصة البيضاء فكله نفاس. أما إذا رأت القصة البيضاء ثم أتاها يوما وانقطع يوما فهذه وقت الطهر طاهر ووقت الحيض حاض. يقول فإذا جاءت مستحاضة فينظر فيها، إما أن تكون معتادة فيرجع إلى عادتها، أو أنها تكون مميزة للدم فإذا جاء الدم على أوصاف معينة يكون على الدم بأوصاف معينة تعلمها فتكون حائض، وإلا هي مستحاضة. هل يجوز أن يحاسبنا المسؤول عن الصيانة في إحدى العمارات بقطع الغيار بأقصى ما يسمى السوق؟ لا، ليس له ذلك. يعني كيف يحاسبه؟ هم لو أتلفوا شيء وهم مستأجرين لا يجوز أن يصلحوا شيئا، لا يجوز. الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. هو لو كان فرط لضمن، فإن لم يفرط فلا يجوز. هل يجوز لشخص من عامة الناس أن يعطي رأيه في مسألة فقهية؟ ولما أجبتها إن المسائل الفقهية لا يجوز اجتهاد العامة في مسائل الشرع قالت لا بل هذه المسائل لم تدخل دماغي وأنا استفتيت قلبي فيها، فكيف أرد على مثل هؤلاء؟ سؤال مرة ثانية. هل يجوز لشخص من عامة الناس أن يعطي رأيه في مسألة فقهية؟ ولما أجبتها إن المسائل الفقهية لا يجوز اجتهاد العامة في مسائل الشرع قالت لي لا بل هذه المسألة لم تدخل دماغي وأنا استفتيت قلبي فيها، فكيف أرد على مثل هؤلاء؟ أقول لها إن شاء الله أنت تتقحمين النار على بصيرة، لهذا بهذه الجرأة تتقحمين النار على بصيرة. الجرأة على الفتوى جرأة على النار، الجرأة على الفتوى جرأة على النار. من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة، وهذا تقدم من هدى الله ورسوله. يقال لها اتق الله، يعني لو سألناك في الطب لرددت الأمر للطبيب، لو سألناك في الهندسة لرددت الأمر للمهندس، تخصصية محترمة. فلا يجوز أن يتكلم أحد
في دين الله بلعب. انظروا إلى ما قال أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقبلني إن أنا تكلمت في القرآن بغير علم. إذا ابتدى الإمام الصلاة قائما ثم تعب لمرض طارئ فجلس، هل يجلس المأموم تباعا؟ إذا ابتدى الإمام قائما ثم طرأ عليه المرض فجلس لا يجلسون. المسألة على الابتداء، لو ابتدأ الصلاة قاعدا لابد أن يقعدوا على الراجح، لكن إن ابتدأها معهم قائما ثم حدث التعب والإعياء والمرض فجلس يتمون قائمين. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر صلى بالناس قائما وصلوا بصلاة أبي بكر قائمين، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته حمل وجعل يتهادى بين رجلين بين العباس وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم وضعوه بجانب النبي حتى بعضهم لم يره وبعضهم لم يسمع صوته بجانب النبي، فتقهقر أبو بكر وصلى بصلاة النبي وصلى الناس بصلاة أبي بكر ولم يجلسوا. النبي جلس، النبي جلس لما صلى إماما صلى جالسا. نحن ملكنا بالشبك في العمارة، ومسؤول الصيانة يأتينا بقطع الغيار أغلى من السوق ويقول أنا أبيع لكم، فهل يجوز ذلك؟ تاني لا يجوز ذلك. نعم لا يجوز ذلك. قلنا الصيانة ليست عليهم، الجواز الشرعي ينافي الضمان إلا أن يكون مالكا. شيخنا لو قطع المرأة دم قليلا في الصباح ثم انقطع نصف يوم وتكرر هذا الأمر 3 أيام وكان هذا ليس في وقت الحيض، فماذا يعتبر هذا؟ وكيف تفعل علما أنها ليست مستحاضة وهي مميزة تعرف وقت الحيض؟ هي معتادة بقى، معتادة هي مش مميزة كده، معتادة. هو الكلام هنا على حسب القطرات التي تنزل، لو كانت قطرة أو قطرتين فلا عبرة بها، لو كانت قطرة أو قطرتين فلا، لكن لو تتابعت القطرات من الصباح وبعدين توقف بعد الظهر تماما هذا حيض فيومها كله هي حائض. إذا استخلف الإمام مسبوق بركعة هل يصلي بالناس تمام صلاته أم صلاة الإمام الذي استخلفه؟ صلاة الإمام الذي استخلفه هو مش هو مسبوق بركعة صح؟ نعم إلى الإمام الذي صلى خلفه. نعم يتم الصلاة على ما صلى خلفه. على سؤال الحيض يقول نقاط خفيفة إذا تصلي؟ لا تنتظر. لو متزوجة سيدنا ممكن يكون ده بيحصل أثناء التبويض. النزول بعد ما فاجئ. انتهت الأسئلة؟ في شيخ لا استعريق إنما جعل الإمام يهتم به. نعم إنما جعل الإمام يهتم به حديث صريح قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. أحسن الله عليك.